أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حضرة النبي الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سؤالنا اليوم: هل الاستمناء يفطر؟ نعم، الاستمناء يفطر، وصاحبه عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم نفسه ويمسك بقية يومه، وعليه أن يصوم يوما بعد رمضان. والله أعلم وأعز وأكرم.